السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. اليوم راني ماشي نعمل لكم وجبه تاع فطور الصباح بتي ديجوني دائما لمرضى السكري وصحاب الحميه. قبل ما نبداو الوصفه تاعنا نبداو نكملوا التحدي دائما. اليوم راه عندي 50 دينار تحيها بسم الله. الان نمشي انا نوري لكم الوصفه، راني رفدتها من الكتاب تاع السبيسيال ديابيتيك. الوصفه كيما جات، راني ماشي نقول لكم الوصفه كيما جات، والناس راني ماشي نغير فيها. هاي دي الوصفة ميسلي، هذا راه ينباع حتى في علب جاهز، حنا لا نحضروه في البيت. نحتاجو في هذه الوصفة 350 غرام تاع الشوفان فلاكون دافوان. انا هنا راني رافده نصف الكمية. نحتاجو هنا 55 غرام تاع هادو لي غراند تورنوسول راهم متواجدين. نحتاجو 55 غرام تاع المشماش الجاف، 55 غرام تاع 55 غرام تاع لي نوا دو بيكان ثمن تاعهم غالي، و 55 175 غرام تاع الزبيب العنب المجفف. طبعا نحتاجو هنا فواكه على حسب الذوق تاعكم اللي يكون عندكم متواجد. انا رفدت حبه تاع لي بوغ. ونحتاجو الحليب، حليب انا نستعمل هنا دائما 0% ماتيار غراس، هذا سيلواد. بصح انا الوصفه ما راني هي هكذا جات في الكتاب، بصح انا راني ماشي نغير فيها، كل واحد والمقدور تاعو. حنا واش نعملو بالنسبه للزبيب نحيوها علينا، المشمش نحيوه علينا، هادو لي نوا بيكان نحيوهم علينا. هادو لا كانوا عندكم متواجدين، ما كانوش عندكم متواجدين انا زعما الاقتراح تاعي تعملوا شويه معاهم تاع لي غران دو بافو، زيدوا لي غران دو بافو ولا السانوج، حاجه صحيه، ولا تزيدوا تنجموا تزيدوا زريعه الكتان ولا حاجه اللي تعطيكم الجهد وميم طون تنفعكم. حنا سمنا عملوا اللي ما عندهاش المقدور تاعها، ما عندهاش غير اللي تقدر تشري غير الشوفان والحليب. اسم تستعملي لا استعملت الحليب ساخن، طيبو كيما العصيده، تعمل زوج معالق تاع الشوفان وتعمل كوب تاع الحليب وطيبهم كيما العصيده وتاكلهم، تاكلهم على الصباح. سوختو اللي راني نهضر على الاخوات اللي راهم في الحميه، راهم حابين يبداو الحميه، تاكلهم وتزيد موراهم داك الكوب تاع الماء وتمشي لخدمتها. لا كانت ماشيه تخدم ولا تقرا ولا في الدار ثاني تنوض لشغالها، هذه بالنسبه اللي ما عندهمش. ولا تحبوه تاكلوه بارد نفس الشيء، 4 معالق تاع الشوفان تعملهم مع كاس تاع الحليب بارد وتاكلوهم كذلك بالنسبه لصحاب الحميه وصحاب السكري. ولا قدرتو تانيك تعملوا الشوفان مع التمر مع الجوز. انا تكون نعملهم نعمل الشوفان، انا عودت هذوك الزبيب والمشمش عودتهم بالتمر، شويه تاع التمر لازم تعملوا 55 غرام تاع التمر، وتعملوا الجوز ولا لي زامون دي فيلي. الا ما عندكمش الجوز تقدروا تعوضوه بلي زامون دي فيلي والحليب. وهنا الفاكهه اللي تكون موجوده عندكم تقطعوها. ان شاء الله نبداو في الوصفه شوفوها مع بعض. دونك انا الوصفه اللي راني مشان نقترحها عليكم، انا راني مشان نوري لكم نصف الكميه تاع الشوفان 175 غرام. دونك انا الوصفه كيما راني قلت لكم عدلتها بوحدي، نعملها انا على حسب اللي يساعد الجميع. 175 غرام تاع الشوفان، رفدت 5 تمرات هنا، 5 تمرات ماذا بكم دوك ما يكونش معسلي بزاف باش ما يتعلق لكمش. هنا انا عندي هادو تاع تورنوسول قليتهم، هادو قليهم شويه في مقلات، رفدت هنا 55 غرام، عفوا 28 غرام. وهنا الجوز رفدت ثاني 28 غرام. انا هذه اللي راه ماشي نعملها الموسلي نعمليه بهذه الطريقه. طبعا وهنا حبه تاع لي بوغ، نبداو نخلطوا هاد المواد الجافه هنا، ندقدقوا داك القرقاع للجوز عفوا، ونولد ثاني التمر نقصوه. قلت كيما هكذا الجوز دقدقوه غير بيديكم، عملوهم قرايد كبار. هذه 28 والتمر عملت 5 حبات. نخلط هاد المواد الجافه نعملهم فحال بوقال، وكي يجيو الصباح باش ناولوا الفطور الصباح نصيبوه واجد. نحطوا هذاك الكميه اللي ناكلوها ونزيدوا عليها الحليب، نخليوها قليلا لمده 5 دقائق ولا، ونعاود نقطعوا عليها هنا 4 ولا نص حبات على بوار ونتناولوه، خاصه البنات اللي راهم في الحميه. ماذا بينا نغلبوا شويه راسنا وعفنا من الحلويات وعفنا من هذا الشيء ونبداو الحميه تاعنا. انا هذا التحدي تاع الحميه وتحدي تاع باش نلايمو ثمن الميزان. علاش طلبت لكم الميزان؟ باش كي نكونوا نخدموا هذه الوصفات يكون عندنا الميزان، نعبروا كل شيء بدقه، ماشي نعملوا كميه اكثر من كميه. نظن فهمتوني البنات. الان نخلطوا المواد هذه الناشفه كما قلت لكم، نعملوها في حله البلاره ونخبيوها الوقت اللي نحبوا نعملو. تنجمو هنا تعملو حتى تضاعفو الكمية، تعملو أوليو اللي تعملو 175 غرام تاع الشوفان تعملو 350. كيما قلت لكم كل واحد والمقدور تاعو، تقدر الأخت اللي راها تعمل حمية ولا تاكل غير الشوفان مع الحليب.
باش هكذا ما نكلفوش على الناس، كل واحد يعمل على حساب المقدور تاعو. انا مديت لكم الوصفه كيما جات في الكتاب، جات بلينوا بيكان، جات كيما اللي جات في الكتاب مديتها لكم، واللي يقدر يعملها هكذاك يعملها. وهذا هو الخليط اللي تحصلوا عليه، نعملوه في حلبة رقيقه ونخليوه في الفطور الصباح. الفطور الصباح نتناولوه، نزيدو معاه الحليب ونزيدو معاه لي بوغ كيما انا اليوم، انا مش نعمل معاه الاجاص. ما كاش عندكم الفاكهه تستغناو عليه، تعملوا غير الشوفان والحليب فقط وتشربوا مراكوب تاع الماء. هذه هي بالنسبه للطريقه للوصفه كيفاش حضرناها. وهذه هي بالنسبة لوجبة الإفطار اللي كنت حضرتها معكم، حبيت نشارككم كاع الوجبة كيفاش نحضروها تاكلوها هكذا باش تاكل كاع العائلة. هنا اللي ما يحبش هذا الخليط تاع الشوفان اللي كنا خلطناه يكتفي بالشوفان بوحدو. الشوفان بوحدو راه متواجد في كل محلات الشوفان، راه كاين ماركات كاين تاع لي بوات تاع الكارطون شوية رخيص. هنا كاين اللي يحب يفضل هنا في أفراد العائلة يشرب الشاي فقط. عندي أنا هنا تشكيلة من الشاي راني عملتها في هذه البواطة تاع المكارون، متحسبونيش حطيت لي ماكارون، حنا نقولو صحي ناكلوش الحلاوات. وكاين اللي يحب هكذاك الشاي مع الخبز، ثاني الخبز عملت لكم حضرت لكم خبز صحي، خبز الدقيق الكامل، الخبز الاسمر. دوك نحط لكم الوصفه ان شاء الله. وهذه هي بالنسبه للوصفه كما ذكرت لكم، تعملوا هنا شويه مع الحليب. الحليب بايزوم لولادكم تحضروا لهم، تحطوا لهم ديك شويه وتعملوا لهم الحليب، لو مومو اللي يصلي واللي يصلي ويوجدوا راسهم يجيو ياكلوه الكميه اللي ينجموا ياكلوها. اون جينيرال ولادنا الصغار ما يحبوش ياكلوا بزاف الصباح، مانيش عارفه علاش، وهذا يعطيهم طاقه ويعطيهم حتى ينجموا يفطروا وينجموا. طبعا كيما ذكرتكم صحاب الحميه الماء تشربوا موراه الماء، كاس تاع الماء كي تكملوا الاخر تاعكم تشربوا كاس تاع الماء. الماء ما تستغناوش عليه، حب اللي يكون عمل الحميه حب اللي ما يكونش يعمل الحميه، الماء ضروري. بالنسبه للناس اللي قال لك راه كيما صحاب السكري ما ياكلوش التمر وما ياكلوش، كل واحد وكيفاش يعرف. انا هذه هي بالنسبه للمعلومات اللي عندي. من في التعليقات كاين بزاف الاخوات اللي قالك صحاب السكري ياكلوا التمر، كاين اللي قالك لا يطلع عليهم هذا، حتى حاجه ما نكثروا منها. انا نقول لكم حتى حاجه ما تكثروا منها، سواء التمر سواء الفواكه سواء الخبز سواء حتى حاجه ما نكثروا منها. هذه هي بالنسبه لوجبه الافطار اللي نقترحها عليكم، تنجموا تناولوها كل يوم. وهذا هو بالنسبه لاقتراح اليوم وجبه الافطار. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم، والناس اللي ما عجبهمش هذه الاقتراحات لينا نعملهم بالنسبه للغذاء الصحي. كل واحد واسم يعجبه، اللي راه ما عجبهم يواصلوا معنا، واللي ما راهمش عاجبهم ما نضروا حتى واحد. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها. ما تنساوش تخليوا لي تعليقات، تعملوا لايك لا فيديو، تبارطاجيو لا فيديو، واللي اول مره تدخل القناه تاعي تشترك وتفعل الجرس حتى يصلها جديد القناه. نشكركم على المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أحبكم في الله.